لا عمي، هو عنده هالخصلة كل عمره السرقة، وعمي أبو طلال بيعرف هذا الشيء وكان يغطي عليه وسكر على السيرة كلها. هلا شو بدنا بالماضي يا عمره؟ نحن هلا بدنا نعرف شو قصة شحادة وليش تأخر. مو نحن اللي بدنا نعرف، الشرطة عندها أساليبها لتعرف مين عمل هالعملة الوسخة. عمي مزبوط، الشرطة لازم تعرف وترجع كل البضاعة اللي انسرقت. أنا من رأيي يا أخوان نجيب شحادة لعنا ونحكي معه ونسأله ونقطع الشك باليقين. لا عمي أبو العز، شحادة ما راح يقول عن حاله أنا حرامي. لك من 20 سنة أنا شفته عم يسرق شوال الحمطة، ولو ما خبر عمي أبو طلال ما كان رجعه. وبتعرفوا بوقتها يعني كانت الدنيا صعبة كتير وشوال الحمطة له قيمة. وانت قلتها أيام الضيقة، بأيام الضيقة واردة الحكاية، وشحادة كان ولد. ايه ويومها بهدلناه ورجعنا شوال الحمطة للزلمة وخلصت الحكاية. الشغلة ما بدها وقفة، يعني إذا شحادة ابن حارتنا ما لازم نتستر عليه، التجار ما لازم يخسر ويتخسر. يا عمي بهي معك حق، والله ما لنزم. عمي لازم نستعجل من شان الحرامي مين ما كان يكون ما يلحق ويتصرف في البضاعة. وأنا أجل عندي على التمساية رئيس المخفر وقال لي شو ما بدكن أنا جاهز. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. شو كأنه صاحبنا مزعوج؟ لك طول عمره أبو العز حاطط شحادة تحت باطه بدافع عنه. قال شو روحوا اسألوا لشحادة، يعني إذا سألنا رح يعترف. تسؤلتك بيخبروا لشحادة إنه رح نبلغ عنه المخفر؟ لا لا ما بيخبروا، بعدين يخبروا دخيلك. شو هالمشكلة؟ إذا طلع بري بيطلع منا للقصة كلياتها، وإذا طلع هو اللي عاملها بيهرب تلحقوا الشرطة وبتمسكوا خلصنا. والله ما يطلع هو اللي عاملها، علي الحلال لحرمه يدعس بسوق الحريق. امشي خلينا نلحق نشوف رئيس المخفر. شريف لك ايه؟ شو هاد؟ لك شو عم تدقوا عزريبة؟ اهلا وسهلا بالحكومة والله وبولاد حارتي. شرف معنا. خير ان شاء الله، شو عاملين؟ بس تشرف لعنا بتعرف شو عامل. لا هلا حابب اعرف والله شو عامل. شو البيت؟ لك يا اخي شوفت شو شوفي اللي شوفي. خلاص وعنا بتعرف كل شيء. العمى شوفي. والله ما بعرف، بدك تسأل اولاد الاصل اهلي وجيراني وولاد حارتي. خلاص حاج داعي فاضي. اخي ما راح اخلص، ورجيني شوف شو في. خلاص شو ما في شيء سيدي، ما في شيء حطون.